وصلنا ليها المرة اللي فاتت إن إحنا عملنا موديل الموديلنج للشغل اللي موجود عندنا، الكاميرا بقطعاتها بالأماكن التسليح بتاعتها، وعملنا ديفايد للفوليومز بالأريا عشان نحسس الفوليومز بالأماكن اللي إحنا عايزين نحط فيها التسليح. بس من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابلني وأنا بعمل ران ممتعة زي كده، لما بعمل مش مع بعضها، ايوه، بس الفوليومز تقريبا مش حاسه ببعضها، فبيحصل لوكال فيلر في الاماكن اللي انا بحمل عليها. فان انا الحل للنقطه دي، وان انا يبقى في كفاءه اثناء للاحمال ما بين الاليمنتس وبعضها، ان انا اعمل ديفايد عند كل تقاطع، اعمل ديفايد للفوليومز مع بعضها عند كل تقاطع ما بينهم، يعني مثلا عند الجوينت دي، عند الجوينت دي، عند كل الجوينتس اللي واضحه. انا عملت بلوت لاينز عشان تبقى واضحه اكتر، كل البوينتس الموجوده دي او كل النودز اللي موجوده هنا لازم اعمل ديفايد عندها، لازم اعمل ديفايد عندها، ماشي. وكذلك الامر في الاليفيشن عشان يبقى في تناغم او تجانس ما بين الفوليومز وبعضها، فيبقى في كفاءه افضل في نقل الحمل، وبالتالي ما يحصلش لوكال فيلير، ماشي. هيبقى انا عندي في كونتينيوتي ما بين الفوليومز وبعضها، كله ماسك بعضه، فالحمل هيبقى فيه افشنسي اكتر في نقل الاحمال. طيب الموضوع ده اعمله ازاي؟ في ممكن زي الفيديو اللي فات ان احنا ناخد كوبي للاريا نحطها في كل الاماكن دي، بس انا جربتها رخمة كحل. وكمان في بعض الفوليومز ما بيحصلهاش ديفايد، بيضطر انك تعيد تاني ديفايد في المنطقة دي. فالافضل في حل تاني في الانسيس اللي هو الورك بلين، هو ديفايد من موديلنج بري بروسيسور موديلنج اوبريت بوليانز ديفايد فوليوم باي ورك بلين. ايه هو الورك بلين الاول؟ الورك بلين عامل زي اللوكال اكسيز في برامج الاناليسيس العاديه زي الساب والايتاب. انا عندي الاكسيز الاصليه في الانسس 000 في النقطه بتاعت البدايه، انا باخد كوبي منها، انا باخد كوبي منها واحركها للنقطه اللي انا عايزها، انا باخد كوبي من المحاور اللي موجوده هنا دي الاكس واي زد، بحطها في مكان انا محتاجه، وهو وبقول الاسس ديفايد عند المنطقه دي، بس لازم الاكس واي بلين هو اللي هيحدد لي البلين اللي انا هقطع عنده، لازم الاكس واي تبقى محدده الاتجاهات اللي انا هقطع فيها، والزد عمودي على المستوى ده. نشوف هنمشي فيها هنتعامل معاها ازاي. من قائمه ورك بلين اوفست ورك بلين تو كي بوينت، اعمل زوم بس شويه على المنطقه دي واقول له عند الكي بوينت دي اوكي. لو لاحظت هنا هلاقي ان المحور الاحمر الاكس هورزونتال والواي مع ارتفاع الكاميرا، وده اللي انا عايزه. انا عايز اقطع في الاتجاه ده، عايز اقطع في اتجاه الاريا دي بمعنى اصح، فانا لازم الاكس واي بلين يبقى موازي للايه للاريا دي. القطع هيحصل في اتجاه الاكس، يعني الخط اللي هيبان في القطع هيحصل موازي للاكس، والدبس بتاع القطع هيبقى موازي للواي. فلو انا قلت له مثلا ديفايد فوليوم باي ورك بلين، قلت له سلكت لي المنطقه دي كده بس، قلت له اوكي، هلاقي ان عندي حصل قطع هنا، بقى ده بدل ما كان فوليوم واحد بقى تو فوليومز. بس انا مش محتاج اقطع المنطقه دي بس، في الجنب التاني برضو من الكاميرا عايز اقطع عند نفس النقطه. فالميزه هنا عن الاريات ان انا ممكن اقطع عند النقطه دي في كامل القطاع، مش لازم احط الورك بلين عند ايه عند كل نقطه لوحدها، يعني اقطع الجزء اللي هناك وامشي شويه، اقطع الجزء ده وامشي شويه، اقطع الجزء ده، لا، هو بيعمل بلين ممتد الى ما لا نهايه يقطع اي حاجه تقابله. فانا لو قلت له ديفايد فوليوم بورك بلين قلت له بيك اول، هو هياخد وقت معلش شويه، لو لاحظت هلاقي ان برضو قطع لي الفوليوم ده عند نفس النقطه اللي انا حاطط عندها الورك بلين. بنفس الطريقه هكرر الورك بلين
offset work plane to key point. عندي عامل بلوت لاين عند البوينت دي واقول له اوكي. اوكي بيك اول هو كده خلص الديفايل. كذلك الامر في باقي النقط. اخلص النقط نرجع نشوف هنعمل ايه في الخطوه الثانيه. بسم الله. بعد ما خلصنا ديفايل بالورك بلين هنلاحظ ان كل خط موجود في اي فوليوم بقى فيه زيه في الجنب الثاني، يبقى فيه كونتينيوتي. لو عملت بلوت لاينز يبقى في كونتينيوتي ما بين كل الخطوط وبعضها كده. الفوليومز حسوا ببعض ان هم مشتركين مع بعض في المنطقه دي، مش اتنين مودلز جنب بعض. المفروض ان انا اكرر نفس الفكره هنا في الاليفيشن. فنفس الطريقه ورك بلين اوفست ورك بلين تو كي بوينت البوينت دي اوكي. بس لو جيت بصيت هنا هلاقي ان الواي لفوق والاكس هوريزونتال. انا عايز اقطع كده بس عايز الواي تبقى هي اللي مكان يعني في اتجاه الزد. هي كده هتقطع في اتجاه مسطح الشاشه. بالظبط انا عايز اقطع عمودي على الشاشه. فورك بلين اوفست ورك بلين اي انكريمنت. هنا بحدد انا عايز الف ازاي، اعمل اوفست مسافه. لو انا عايز مش عايزه عند النقطه دي بالظبط، عايزه عند ينزل من النقطه دي مثلا مسافه معينه. لو انا مثلا مش هاخد كوبي للاريا هقطع بالورك بلين، فانا بحط الورك بلين في البدايه وابدا احرك المسافات اللي انا عايزها. عايز الف الورك بلين بزاويه لو انا هحطه في مكان معين هنا في نقطه معينه. ده في السناب اوبشن الموجود اكس واي وزد، تحط القيم اللي انت محتاجها. روتيشن بتخلي الرقم ده يبقى 90 وتشوف انت هتعمل روتيشن حوالين ايه. يعني اعمل روتيشن حوالين زد مثلا تمام. فوليوم باور كابلين اوكي. عندي الواي عمودي على الشاشه والاكس افقي. القطع دايما بيبقى في اتجاه الاكس. ديفايد باي ورك بلين انت هتظبطها مره وبعد كده بتتحرك بيبقى على نفس الظبطه اللي انت ظبطتها. بعد ما تخلص ديفايد باي ورك بلين المفروض ترجع الورك بلين لاصله. يعني طالما انت اكتفت الورك بلين ده، لو حبيت ترسم فوليوم او حبيت ترسم حاجه زياده تضيفها للموديل هيرسم بناء على الورك بلين اللي انت عملته. لان هو ده بقى الاكتف ورك بلين بتاعه، ما بقاش الديفولت اللي هو الزيرو زيرو انت شغال عليه من البدايه. طب اظهار الورك بلين واخفائه ما يعطلوش ولا ده اظهار بس؟ طالما انت لا لو هو انت مظهره وحطه في النقطه دي مثلا وقلت له انا عايز ارسم فوليوم 600 و600 في الاكس وباي ارقام انت محتاجها، هيحسب الارقام اللي انت كتبتها دي من النقطه اللي هو فيها الاكتف ورك بلين اللي انت بتعمل ديفايد بيه. انما لو انت مش عامل له، لو انت عامل له اونلاين مع الجلوبال كارتيزيان ومش ظهره هو خلاص، هو اوريدي النقطه بتاعته اونلايند مع 0-0 اصليا. انما طالما انت حركته من مكانه لازم بعد ما تخلص الورك بلين Align work plane with global cartesian. ده بعد ما تخلص الديفايد بتاعك انت هتقول له work plane offset work plane to key point الكي بوينت دي اوكي. اوكي هتلاحظ ان هي راحت بنفس الاعدادات اللي انت عملتها. تمام. لو ديفايد فوليوم باي work plane بيك اول
بعد ما خلصنا ديفايد بالورك بلين كده عندي كل الخطوط في الفوليومز ماشيه مع بعضها. اهم حاجه ما انساش ان انا اعمل ورك بلين، ارجع الورك بلين لاصله، علشان زي ما قلنا ما ارسمش حاجه تاني او اضيف حاجه في الموديل فهتتضاف من النقطه اللي انا واقف عندها حاليا اللي هي النقطه دي. لازم اعمل من قائمه ورك بلين الاين ورك بلين جلوبال كارتيزيان. لو عملت لوب فوليومز ورحت شفت الزيرو زيرو هلاقي الورك بلين اللي انا كنت شغال بيه بقى مع الجلوبال كارتيزي. اعمل ورك بلين ديسبلاي ورك بلين، اعمل تشيك ان تشيك عليها علشان اشيلها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.